حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. تونس الخضراء، تونس بالقاسم الشابي، تونس القصيدة التي تبقى نظرة حيوية الشباب في مختلف العصور الزاهية. وفي زمننا المعاصر برع كثير من الشعراء بتصوير قصيدة الانتماء إلى التراب التونسي وكذلك إلى الكل العربي، مؤمنين بحق الشاعر بأن يتكلم وبدور وأهمية الكلمة بإحداث التغيير. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا عبر الإنترنت. معنا من تونس الشاعر التونسي الأستاذ عبد الباسط الشايب. حيا الله أستاذ عبد الباسط، أهلا بك في بيت القصيد. جميعا من تونس، تونس الخضراء، تحييكم جميعا، تحيي تلفزيون الرافدين وتحيي كل المبدعين والشعراء والكتاب. أهلا وسهلا بك، سعداء بتشريفك يانا في هذه الحلقة أستاذ عبد الباسط، وأنت الشاعر المفوه وصاحب الدواوين المتعددة والتجربة الواسعة في مضمار الشعر ومختلف مجالات وفنون الكتابة الإبداعية والأدبية. في البداية وقبل أن نذهب إلى النقاش والأسئلة التي اتفقنا عليها والنصوص الشعرية والاستماع، قبل كل هذا حدثنا بحدود ما تحب أن نعرف عنك من معلومات، تفضل، إليك الكلمة أستاذ عبد الباسط. عبد الباسط الشايب شاعر تونسي خريج كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، وهي إحدى الجامعات العريقة في تونس، تخرج منها عديد الأساتذة والمربين والكتاب والمبدعين. كذلك أنا ناشط في المجتمع المدني والثقافي. يا سلام. صدر لي ديوان أول بعنوان أحبك يا شعب، وكذلك صدر لي ديوان آخر بعنوان رقصة الحلاج، ولي رواية بعنوان كبة، وأنا مدير تحرير مجلة الكلمة في الأدب والنقد، وكنت أشرفت على الدورة الأولى لمهرجان الإمام المازري، الأيام الثقافية للإمام المازري بالمنستير. يا سلام يا سلام، هذه الإبداعات الخلاقة وهذا النشاط الوثاب والمشروع الذي يقف عليه شاعر برع بكتابة الشعر وكذلك بكتابة الرواية. حبذا لو تحدثنا عن الفروق النفسية التي مررت بها سواء في كتابة الشعر أو في كتابتك وخوضك تجربة الرواية، الفروق ما بينهما انطلاقا من تجربتك أثناء الكتابة، تفضل أستاذ عبد الباسط. أنا شاعر بالأساس وأؤكد انتمائي إلى مجال الشعر، ولكن هذا الهروب إلى السرد وإلى الرواية كان اضطراريا، لأني أردت أن أوثق من خلال هذه الرواية مرحلة من مراحل تاريخ تونس، وهذا الكتاب أو المنجز الأدبي أردته أن يكون في شكله السردي، رغم أني أميل إلى سردية النص الشعري، فكل قصائدي تحتوي على قصص وتحتوي على روايات. يا سلام يا سلام. قد يقول قائل أستاذ عبد الباسط، قبل أن نذهب إلى أولى القصائد التي تود أن تمتعنا بقراءتها وإلقائها علينا، قد يقول قائل ما الجديد الذي سيضيفه عبد الباسط الشايب وأقرانه من الشعراء في تونس، وقد مر على تونس شعراء من عينة بالقاسم الشابي وكثيرين كذلك، ما الجديد؟ هل نصمت مثلا؟ تفضل. لو كان حري بنا أن نقف لوقفنا عند تجربة المتنبي، ولكن حسنت. الشعر له سيرورة وله مداه الذي يتواصل مع الأجيال، ونحن نصنع من شعرنا حياة جديدة ونصنع منه كذلك مدى جديد للشعر، ومن خلال تجربتنا نحاول أن نتجاوز التجارب الأخرى وأن نؤسس لتجارب فريدة، ونرجو من الله تعالى أن يوفقنا في تأسيس هذه التجربة الفريدة وأن يكون لنا صوت متميز وخاص. طيب، باعتقادك قبل أن نسمع القصيدة الأولى أستاذ عبد الباسط، الإغراق في الذاتية عند كتابة القصيدة الشعرية تميل إليه، أم الانتماء إلى شريحة البسطاء وكتابة ما يهم الناس من قضايا مجتمعية يومية وضرورية، إلى أيهما تميل؟ أنا أميل إلى النص، أنا أعتبر أن النص هو الهوية الوحيدة التي تستطيع أن تخبرنا عن الكاتب، عن التاريخ، عن الأوضاع، عن السياسة، عن كل شيء. ولأجل ذلك فإن النص يتسع لكل الأنماط ويتسع لكل الأجناس، ويمكن أن يطول ويمكن أن يقصر، ولكن
يجب عليه أن يحافظ على قوته وعلى قدرته الفائقة في أن يكون صوت الإنسان في عصره وحاضره. أحسنت أستاذ عبد الباسط، وهذه المساحة الزمنية المتاحة لنا كذلك يعني ستحلو بقراءتك ما تحب من قصائد، لك أن تفتتح هذه الحلقة بما تحب من قصائد. نريد قصيدة من تلقاء نفسك تقولها، تكون تلقائية، وأنا واثق أنك ستختار الجميل، وكل ما لديك جميل وجيد. كلنا شوق نعم، إلى القصيدة الأولى، تفضل. في الحقيقة اخترت بعض القصائد لهذا اللقاء، وأنا أعرف أنني أخاطب شعراء من الطراز الرفيع، وحضرتكم معناها شاعر مفوه وشاعر الله يستمد يحفظك. تجربته من عراقة ما تأصل عليه من معرفة بالشعر والشعراء. أقول تسلم تسلم، تفضل. وحالي حال الشعراء، لم يبق لي إلا قصيد. ها قد أتيتك والمداد على يدي، لم يبق لي إلا قصيدة عاشق سكبت علي. يا موكب الشعراء، كل خطيئتي أني حبست مشاعري في مقلتي، ونثرت حبر مدامعي ومجامعي فوق الحروف لترتوي. كل الرجال تبددت أحلامهم في طلسم من كبرياء سرمدي. ها قد كتبت قصائدي قبل الرحيل وبعده عند الجدار الأبجدي. لا تسألوا من أين تبتدئ الخطى، إن كان موصلها إلي قد كانت الطرق التي بددتها لا تستقر على سوي. كالماء يسري دون أي توقف، يا سلام، كالشعر يسبح في روي، يتحدث اللغة التي لا تمحي في محدث لا يستكين لجاهلي. من يعشق الكلمات كيف يلومها إن أهدرت قلم الصراط المستوي. فالروح لا تقوى على علاتها إلا إذا انقلب الضعيف على على القوي. القوي، إن كان جرمي في رحيق مشاعري. فالشاعر المقتول بالأشعار حي. إن كان جرمي في رحيق مشاعري فالشاعر المقتول بالأشعار حي. نعم، أحسنت أحسنت أستاذ عبد الباسط، لا فضفوك ولا عاش شانئوك. ربما هذا النص يقودني إلى سؤال يعني لديك من أجله إجابة فريدة ولا شك في ذلك. إذا أردنا أن نتحدث عن الغاية المثلى التي يبحث عنها كل شاعر، وهنا نريد الغاية التي يبحث عنها عبد الباسط الشايب، غايتك من وراء الشعر، لماذا كل هذا الرهق والإرهاق والأرق والتعب؟ نعم، هو تعب ربما لا يستصيغه البعض، ولكنه محمود لدى الذين يعتقدون أن الشعر رسالة الشعراء التي من خلالها يكتبون تاريخ عصرهم. الشعر كان ديوانا للعرب ولا يزال كذلك رغم تعدد الوسائط ورغم تعدد الوسائل، إلا إن العربي يبقى ملتصقا بالشعر، والشعر هو مساحة حرة تتيح لنا التفسح والفسحة، وتتيح لنا كذلك أن نعيش تجارب مختلفة، وتجعلنا قادرين على أن نبلغ بلسان عربي مبين ما أمكن من الأحاسيس والمشاعر وكذلك الأوضاع. أحسنت أحسنت أستاذ عبد الباسط. قد يقول أحد الذين لا يقدرون ولا يقدرون، قد يقول في الصحيفة ملايين الكلمات، وفي قصيدة من إحدى قصائدكم كلمات محدودة، ما المميز الذي تحملونه للمجتمعات، للحياة، للحضارة؟ بما تميزتم معشر الشعراء، ماذا تقول لأمثال أولئك غير المطلعين على تعب الشاعر وجودة ما يقدم أو جودة ما يقدم؟ الإنسان تجربة، والتجربة متعددة، والتعدد يلزمه حرية، يا سلام، والحرية يلزمها أفق واسع. من أجل ذلك يحاول الشعراء تغيير العالم بلغة الكلمة، بالعبارة الجميلة، وبالصورة المنسقة، ويريدون أن
يجعل لهذا العالم وجها مختلفا من خلال نظرة مختلفة، والشعر يصنع كل ذلك. الشعر يصنع كل ذلك، ولا شك أن لديك في جعبتك الكثير من الشعر الجميل الذي نتشوق إلى الاستماع إليه. إلى قصيدة جديدة أستاذ عبد الباسط، تفضل اقرأ علينا ما تحب. نعم، اخترت لكم هذا المساء قصيدة بعنوان فيما حدث الحكاه. تفضل. فيما حدث الحكاه هي سيرة من كل طيف رسمها، أسطورة صاغ الزمان مجيدها، وتناسلت منها المعارك وادعت فيها الحقيقة ضدها وضديدها. من في سبات الليل تغسل حزنها وتصب في وهن الزناد حديدها، يا سلام. يسعى بها الحكاة مثل قصيدة عزفت على سفر الحياة نشيدها. لا تشتكي صلف الأحبة بل ترى بالكف تنثر حبها وحصيدها، تعطيك من شغف اليقين بصيرة ولا تدركن مرادها ومريدها. يا سلام. وبألف معنى خضبت ألوانها خضراء، قدت للربيع جديدها، وطن تغازله الكواكب والنجوم فيمتطي للأمنيات بعيدها، كمسافر قطع المسافات التي فتنت به فسعى لها ليعيدها. هم عندها في بحر شوق دافق أم تعتق بالغرام وليدها، قرطاج في عليائها أم المدائن صارعت في الغابرين عتيدها، وتحطمت في طودها كل الخرافات التي صنعوا لنا تأبيدها، ولو أنها في ألف قيد سربلت ستر الغزاة عبادها وعبيدها. يا سلام. زيتونة نثرت على أعتابها، مشكاة صبح زيتها ووقيدها، منحازة هي للذين تسابقوا واستنشقوا بالاشتياق صعيدها، وقفوا على أعتابها كالمؤمنين بأنهم عقد يلألئ جيدها. سيغار طيف الضوء من عليائها وسيقتفي ضوء الحياة تليدها، مهما تناءت في الزحام نفوسنا تبني المدينة في القلوب نشيدها. يا سلام. من يكتب التاريخ يعرف أنها رسمت على فعل البيان مزيدها، من يعشق الأوطان سوف يحبها ويحب من سير الهوى تخليدها، من يعشق الأوطان سوف يحبها ويحب في سير الهوى تخليدها. هي ذي المشاعر لوحة مزدانة، من ذا يحاول بالأذى تبديدها. يا سلام. النفس تاهت في محبة عاشق، والروح تونس أتقنت توطيدها. في غربة الأوطان تونس نارها، قبس المحبة ما يقيم رصيدها. كل القصائد بارحت أفواهها إلا التي كتب الفؤاد قصيدها. أحبب بلادك، أحبب بلادك ما حييت، فإنما فقد البلاد إذا رأتك فقيدها. فقد البلاد إذا رأتك فقيدها. الله عليك، الله عليك أستاذ عبد الباسط، لا فض فوك. لدي رجاء واحد فقط، حاول أثناء القراءة أن تشد تركيزك إلى عدسة آلة التصوير، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أنا لا أريد أن أشق عليك، لكنني سأشق عليك بهذا السؤال الآن. قد يقول قائل: ما الذي تريدونه معشر الشعراء؟ ما الذي تبحثون عنه؟ ما الذي تصبون إليه؟ ما هو هدفكم؟ هدفنا رفعة الأوطان وإيصال الكلمة والبلاغ المبين. نحن في سيرورة تاريخية نصنع الكلمة لأجل الكلمة، ففي البدء كان الكلم. في البدء كانت الكلمة، وشرف الإنسان الكلمة، وكذلك بإمكانك أن تنصر أخا أو أن تكسره بالكلمة.
من الكلمات خناجر ومن الكلمات جواهر، إلى أيهما تميل وإلى من توجه الأولى والثانية؟ نعم، أعيد السؤال عليك مجددا. نعم، هل أعيد السؤال عليك مرة أخرى؟ نعم، قلت لك من الكلمات الخناجر ومنها كذلك الجواهر، إلى أيهما تميل في تجربتك الشعرية ولمن تهدي الأولى والثانية كذلك؟ نعم، أنت وضعت يدك على الجرح. هناك بعض الشعراء يتهافتون إلى الكلمة اللاذعة، نعم، ولست منهم. يا سلام، أريد من خلال الكلمة أن أؤسس لكلمة طيبة، أحسنت، والشعر إذا أراد أن ينفذ إلى قلوب الناس يجب أن يكون مفعما بالمحبة. لكن هناك من المحبة الشعر هي الغاضب أحياناً، ما أنك ضد الشعر الغاضب الذي يخرج على الظلم والاضطهاد والاستعباد والاستبداد وينادي بالحرية، لا، هذا شكل من أشكال الشعر الغاضب. لا، نحن نكتب في هذا المجال، ولكن لا نجرح أحداً. عندما أحسنت، نقول للمسيء أسأت فنحن لا نجرح أحداً، وحين نقول للمحسن أحسنت فنحن أحسنت لا أحسنت نمدح من أجل المدح. فعلا. طيب، إلى أي الأسلوبين تميل؟ أسلوب إيصال الرسالة بطريقة هادئة أم بطريقة ثائرة ونارية وحادة؟ أنا لا أميل إلى المباشرة، أنا أحسنت، أميل جميل، إلى كل ما فيه كناية وكل ما فيه ارزياح وكل ما فيه عمق. ذهاب إلى المعنى المغلف. أحسنت أستاذي العزيز، ولا يمل من قصائدك، لكن أود قبل الاستماع إلى القصيدة الجديدة أن أسألك عن مسألة مهمة. كتابة القصيدة باعتقادك وعلى المستوى الذاتي حينما تخوض التجربة أنت بنفسك، هل هي كتابة تكون واعية لكل ما يحدث أم تنطلق أحياناً أيضاً من سيطرة اللاوعي عليك ككاتب؟ القصيدة تأتي وحدها هكذا، تأتي طوعاً، تأتي طوعاً، ولكن نحن نجودها ونضعها على موازين اللغة يا سلام، وموازين العروض والموسيقى حتى تخرج إلى الناس في أحلى حلة. الشعر يتدفق في أوله هكذا، ولا بد أن يكون تدفقه كذلك، يا ولكن سلام، لا بد من العناية باللغة والعناية كذلك بأصول وتقنيات الكتاب. أنا سنستمع، لست نعم، من الذين يطرحون بضاعتهم هكذا أحسنت، للناس كما هي، ولكن لا بد من تجويدها والوقوف على أسباب صناعتها وتكييفها بالشكل التي تكون لائقة وتكون قادرة إلى النفاذ إلى قلوب الناس في أحلى حلة. أحسنت كثيراً. الشعر التونسي الجميل أستاذ عبد الباسط الشايب، رحلتنا والشعر لم تنتهي، وكذلك القصائد لا تتوقف، ولكننا مضطرون للوقوف عند فاصل قصير. بعده نستمع إلى قصيدتك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل. حيا الله المشاهدين الكرام أينما كانوا، ولمن التحق بنا الآن معنا عبر الإنترنت من تونس الشاعر الأستاذ عبد الباسط الشايب. حيا الله أستاذ عبد الباسط، وإلى الشعر من جديد، تفضل. نعم، اخترت لكم قصيدة ثالثة في نمط آخر مختلف بعنوان نعم. في ورطة العراف. تفضل. والعرافون كثر، والعرافون في كل مجال، صحيح، في مجال السياسة، في مجال الاجتماع، في مجال الثقافة، وحتى في مجال الشعر. هات نرى عرافيك. في ورطة العراف، يدي التي قد خاتلت عرافها وتملكت من معصمي أطرافها بحكاية نادت لها سمارها،
وتحدثت لغة الهوى وخلافها، يا سلام، جحدت خطوط الكف أحرفها بها، صماء صاغت بالسكون عفافها، زعم الدعي بأن دمعي أغرقت من ماء دجلة سهلها وظفافها، حجاجها حصد الرؤوس فأينعت ومضى يحاول بالعناد قطافها، تخفي بتول العشق شح غرامها والقلب أدمن بالسؤال سلافه، أتراك كفي قد قرأت لكي ترى بالعين من صور السنين عجافها، أتراك قد ضيعتني وقواربي فيما قرأت تسولت مجدافها، أتراك خبرت الحروف فعانقت من بادلتني بالهوى إجحافها، الله، يكفيه قلبي ما استبد ثقاله وهو الموزع في الدروب خفافها، نادى المنجم في الرمال يلوبها ويلوب من ورجع الصدى أصدافها، قرأ الصحاف فما استدل عجامها وبدا المفسر للرؤى صحافها، فأعدت كفي نحو قلبي سائلا دمع المآقي بالنوى إسعافها، أبصورة الأعراق أطلب ودها تلك الرقاع فتجتبي أحقافها، وتمد لي من كأس بير ودها وترد لي في سلوتي أطيافها، تترصد الأيام مني ساعة بدمي تدق فتبتغي إيقافها، يا سلام يا سلام، أمكنة المسافر ترتجى وأنا مداي بلا صراع بلا شراع طافها، لا البحر دارك رحلتي في تيهها وبها اطمأن ولا الوصال أخافها، شتان بين مصدق لهوى به يغتاب نائلة الهوى وإسافها، ومسافر بالماء يرقب ظامئا قطع المعابر واصطفى ألافها، نصف الحقيقة في فم يهذي بها والنصف يكتب للرؤى أوقافها، لا كف تفصح ما حوت ألواحها، والحب يفضح صمتنا وهتافها، هي ذي عصاك تحطمت في طوده ذاك العباب وفارقت أحلافها، قمي نحبر لليقين بيانه ونزيح عن شعب الحروف جفافها، كم صارعت بهج الهوى نفسي فلم تصغي لها وتعمدت إضعافها، وسألت أقصد قارئي أتظنني طوعت نفسي كم تطيت زحافها، في ورطة العراق سرت كخافقي أخفي أناي وأستظل شغافها. يا سلام، أخفي أناي وأستظل شغافها، ما شاء الله عليك أستاذ عبد الباسط، يعني نص عال جدا وتحليق فكري وشعري في مدارات واسعة تليق بشاعر شاهق مثلك. أستاذ عبد الباسط، وانطلاقا من هذه القصيدة، إنسانيتنا الموجعة أو الموجوعة كيف لنا أن نسعفها؟ ما الذي نحتاج إليه؟ نحتاج فقط إلى الحب، المحبة كفيلة بمداواة كل علة، المحبة هي السبيل الوحيد الذي يجعل أو تجعل من الإنسان إنسانا. إذا ما أردنا نتحدث عن التجربة الشعرية المعاصرة في الزمان الحالي الذي نعيش فيه، هناك كثيرون يقولون إن أهل هذا الزمن يعني لم يضيفوا إلى الموروث الشعري العربي الأصيل إلا القليل، وهناك من خالفهم الرأي وقال إن في زماننا شعراء لا يقلون جمالا وروعة وإبداعا عن الشعراء الذين مروا على امتداد العصور السابقة، إلى أي الرأيين تميل وما هي إضافتك في هذا الموضوع؟ لو وقف الشعر في زمن ما لوقف عند كبار الشعراء، أحسنت، أحمد شوقي في العصر الحديث والمتنبي في العصر القديم، ولكن الشعر يتطور في أنساقه وفي أغراضه وفي أجناسه وفي طرائقه، وكثيرون هم الذين يصنعون الشعر الجديد ويصنعون الكلمة البديلة ويصنعون الفن الذي
ما زال الناس يتشوقون للاستماع إليه. لو أن الشعر يموت لما بقيت كل هذه الجحافل التي تأتي إلى الأمسيات وتتنادى لتكتب وتقرأ وتستمع. لو خفت صوت الشعراء ولو صمت الشعراء نعم عن الكتابة لصمتت الدنيا نعم عن الغناء. أحسنت أحسنت أستاذ عبد الباسط. عن القيم والأخلاق والمثل العليا التي يفضل الشاعر عبد الباسط الشايب أن يجدها حاضرة بشكل دائم في نصوص مختلف الشعراء بما فيها النص الذي يكتبها أو يكتبه هو، القيم التي تحفز الشعراء على إحضارها دائما في نصوصهم، على أن تظل حية ومتوفرة بكثرة في قصائدهم، حدثنا قليلا عن هذه القيم والمثل. نعم، للأسف مجتمعاتنا تسير نحو الانحدار للأسف وتفقد أخلاقها شيئا فشيئا، والمدرسة فقدت كثيرا من ألقها، ومؤسسات التعليم والتربية فقدت كثيرا من ألقها، للأسف ويبقى مسؤولية الأدب ومسؤولية الثقافة ومسؤولية الإبداع هي المحافظة على القيم الإنسانية الكبرى، نعم قيم المحبة، نعم قيم التكافل، صحيح قيم الارتباط بالإنسانية جمعاء، قيم كسر الحدود، قيم مقاومة الظلم، قيم مقاومة الاستبداد، قيم نشر المعرفة، قيم الحديث عن المحبة، عن الإنسان الذي يصنع تاريخا جديدا من خلال مساره العبق وليس من خلال الجرائم ومن خلال الدمار. نعم، أحسنت الكلمة أستاذ عبد الباسط. سلاح ذو حدين، يمكن أن نصنع منها ربيعا ويمكن أن نصنع منها خريفا، ولكن أنا أميل إلى القيم الإنسانية الجامعة التي تجمع ولا تفرق، التي توحد بين شعوب الأرض ولا تخضع إلى القيم التي أصبحت تجعل منا أقرب إلى الحيوانية. تلك آفات، أما القيم فهي مشروع سام وعال ولا شك في ذلك، وأنت أستاذنا في هذا وتعرف ذلك جيدا. إذا ما أردنا الآن أن نتحدث عن تونس البلد الذي تنتمي إليه، ولكن انطلاقا من فكرة الثقافة ومن سياق العمل الأدبي، هل باعتقادك تونس والمغرب العربي الكبير يعيش حالة انفصال عن المشرق، أم أن هناك حالة تواصل فكري وثقافي وتمازج حضاري وشعري؟ هل هناك انفصال أم اتصال باعتقادك؟ أنا أعتقد أن هناك اتصالا. لماذا؟ تفضل. لأن التجربة التونسية الحديثة هي تجربة متنوعة، والآن نشهد زخما كبيرا في الكتاب. نعم. الأدباء التونسيون يكتبون الرواية ويكتبون القصة صحيح. ويكتبون القصة القصيرة ويكتبون القصة القصيرة جدا ويكتبون قصيدة الومضة ويكتبون الشعر العمودي ويكتبون الشعر الحر، والمحافل في كل مكان. وما يميز التجربة التونسية هي انفتاحها على العالم العربي مشرقه ومغربه. أحسنت. كل تظاهرة في تونس يحضرها الآن أشقاؤنا من العراق، أشقاؤنا من لبنان، أشقاؤنا من مصر، أشقاؤنا من الجزائر، أشقاؤنا من ليبيا، وتقريبا كل التظاهرات الثقافية هي تظاهرات دولية، أي نعم تظاهرات تفتح المجال إلى التجارب المختلفة. ومن خلال اطلاعي البسيط على بعض التجارب في المشرق والمغرب، أقول أننا نسير في ركب واحد، وأن الاختلافات ضئيلة جدا، وأن المعارك الوهمية التي تصنع من حين لآخر ليست إلا مجالا لذر الرماد على الأعين أحسنت وللتفرقة بين معشر الأدباء، كما هو الحال بالنسبة للسياسة وغيرها. ولكن أقول أن الأدب الآن في تونس يسير في الاتجاه الصحيح، وهناك نهضة حقيقية في مجال الإبداع، وتستمد ألقها من ارتباطها العميق بمشرق الأرض ومغربها. إذا أنت مع القول القائل بأن السياسة تفرق الشعوب والثقافة والشعر يوحد شملها من جديد. وهذا ما يحصل فعلا في أحسنت. تونس، نلتقي جميعا على كلمة واحدة
ويجمعنا الإبداع، وهذا هو المجال الذي باستطاعته إصلاح ما أفسده الساسة وما أفسده المستبدون. أحسنت أستاذ عبد الباسط، سنعود إليك ولكن لابد من خروج إلى فاصل قصير أعزائنا المشاهدين الآن، ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. وصلنا إلى الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان ولمن التحقوا بنا في هذه اللحظات. معنا عبر الإنترنت من تونس الخضراء الشاعر الأستاذ عبد الباسط الشايب، حيا الله أستاذ عبد الباسط. مباشرة عودة من الباب الكبير إلى الشعر من جديد، تفضل اقرأ علينا ما تحب. لا أعلم إن كانت هذه هي القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة، ولكن لديك قصيدة غيرها أيضا، هناك متسع من الوقت لقصيدتين، تفضل. نعم، نقرأ قصيدة فيها شيء من التفاؤل. لا بأس، تفضل. في خضم ما تعيشه البلدان العربية من الزخم، وخاصة بعد اغتيال تلك الثورات التي أملنا أن تكون مخرجا من ظلام صحيح، نحن بحاجة إلى الكثير من التفاؤل، تفضل أستاذ عبد الباسط، كلنا شوق للاستماع. نعم. لا توصدوا أبوابها، هذه دعوتي إليكم، تفضل. وإلى الجميع، لا توصدوا أبوابها، كشفت لنا أنيابها، داء الغليبة قد أسال لعابها، نهب البطول وجوعها سلب البلاد جمالها وخضابها، طول المسير لدربها سيزيح عن كل الوجوه حجابها. يا سلام. إن العبيد تساقطت يوم استعادت بالفصيح خطابها، عند الرحيل تعمدت أصنامهم ألا تشد لركبها أذنابها، وتعاظمت في وهمهم حرب المسوس فجددوا أسبابها، جساس في خلجاتهم أضحى يمجد في البلاد خرابها، ويلوك في كل المعارك مضغة قد ضيعت في غابر أنسابها، ونعى كليب أمة مكلومة فقدت بمر الترهات صوابها، وغدت تسارع في الخطى في داحس دلت عليه غرابها، يا ناقة الصحراء من ذا يطفئ اللهب الذي ركب البلاد وشابها، 60 عاما ضيعت أحلامها، 60 عاما عطلت إنجابها، لا تطفئوا قبسا تناثر ثورة، لا توصدوا في وجهنا أبوابها. لا توصدوا في وجهها أبوابها، أحسنت أستاذ عبد الباسط على هذه المشاعر السامية، هذه المشاعر المنتمية إلى وجه الأمة الواحدة، الأمة التي لن تموت، الأمة التي ستجلب شمسها بأيدي أبنائها إلى نهار يحبها وكذلك هي تحبه. إذا أردنا أن نتحدث عما ينقصنا وما نحتاج إليه حتى تعود إلينا شمس الحرية مكللة بالغار، ما الذي نحتاج إليه كعرب ومسلمين مجتمعين؟ العرب يجب أن يكون ديدنهم الوحدة، ولكن داء التفرقة هذا الذي نعيشه هو أهم وأكبر أسباب تخلفنا. عندما نلتقي بالأحبة في من سوريا، من العراق، من السعودية، نجد شغفا كبيرا ومحبة كبيرة، ونجد ودا ونجد اتصالا لا مثيل له، ولكن تفرقنا السياسة وتفرقنا بعض الخزعبلات. أقول ومن هذا ولأجل هذا كان الشعر والكلمة التي توحد تجمع ولا تفرق، تقرب وجهات النظر، تفرش أمامنا الدرب يعني رمل الوئام الذي لا يمكن أن يتناثر في طرقاتنا، وإنما يوحدنا في درب واحدة تقودنا إلى بوابة الشمس التي ننتظرها وتنتظرنا، أليس كذلك أستاذ عبد الباسط؟ نعم، الشعر والإبداع والأدب
والثقافة هي صمام الأمان، وهي الرباط الذي ما زال يقوى ويشتغل. الهدف أنا الذاتي من الشعر، نعم نعم هدفك الذاتي من الشعر. هدفي من الشعر أن أوصل كلمة إلى الناس، يا سلام، كلمة فيها من التاريخ، وفيها من الحاضر، وفيها من الأخلاق، وفيها من القيم، وفيها من المودة، وفيها من المحبة، وفيها من الكل، من كل الصفات الحميدة. يا سلام، أريد أن يكون لي أثر كأثر السابقين الذين كانت أيديهم بيضاء على هذه الأمة. نريد أن نكون شيئا مختلفا في خضم الرداءة المنتشرة، وفي يا ظل سلام، هذا التي، وفي ظل التفاهة التي أصبحت ديدنا الكثيرين. أحسنت. لا يزال أمامنا متسع من الوقت، وقد يطول الوقت لتقرأ علينا قصيدتين. تفضل اسمعنا القصيدة التي تود أن نسمعها من حضرتك، كلنا شوق. سمعت أنهم صنعوا للشعر كرسيا، يا سلام، وأعلم جيدا أن الشعراء لا يحتملون الجلوس على الكراسي. جميل، فقلت في إحدى القصائد، هذه قصيدة قلت مشاكسة القصيدة، على ما يبدو أستاذ عبد الباسط. نعم فيها شيء من المشاكس، تفضل فقلت تفضل. قف للقصيدة، قف للقصيدة إن أردت غناءها، واكتب بنبضك ماءها وسماءها، وافتح دفاترك القديمة، واستعد من عطر وجدك ما يمد رداءها، الله، والزم دثار حروفها، واكتب بها نغما يزيح عن القلوب شتاءها. فالدفء دفء قصيدة سكبت على تعب الحياة فعطرت أرجاءها، والصدق بوح عبارة سلكت عباب الروح فاستلت لنا أنباءها، والعشق درب غواية تهب المريد إشارة لا يبتغي إخفاءها. الله هي الله، ذا القصائد كلها كالأم لا تعطي عدوا واهبا أبناءها، هي ذي القصائد والشعر كلها كالأم لا تعطي عدوا. واهبا أبناءها، أحسنت. والشعر قوة عاشق خبر الحروف فإن تناءت بالصبابة جاءها، يسعى مع الشعراء يسترق الهوى، تقوى النفوس إذا اقتفت شعراءها، كالروح ردت للحياة فأينعت، والشعر أضحى في الحياة دماءها. عجبي من الأيام كيف تسارعت، وقصيدتي ما غادرت ميناءها. الله، قد يكتب التاريخ 1000 عبارة، والشعر يكتب للعبارة باءها، ويقود أشرعة المعاني حاملا في رحله للمنتهى أعباءها. الله، والشعر ملحمة متى أبدعتها، تطوي القصائد بالصباح مساءها، من يدرك الأحلام قبل رحيلها، والنفس قد نصبت لنا إغراءها، بوح الخطايا لم يزل يجتاحها حتى استباحت بالهوى أخطاءها. عند اللقاء ستلتقي أشعارنا كنوارس رسم الندى أجواءها، الله عليك، تغفو الحياة على استفاقة شاعر من روح آدم يبتغي حواءها. لو شاءت الأقدار ألا نلتقي، قدر القصيدة أنتعي من شاءها، ليعيش في رحم الحياة مكابد أضحى يفجر بالعبارة ماءها. قد يصنع الشعراء بوح قصيدة تحيي العظام وتقتفي إحياءها. الله، إن الحياة قصيدة قد سيرت بالحرف بين قلوبنا، سفراءها كالأنبياء يعطرون دروبها، من كل بيت تجتبي شعراءها. يا سلام يا سلام، ما أجملك أستاذ عبد الباسط، أحلتنا إلى الكثير من القصائد العالية في هذا النص الشاهق والجميل. ذكرتني برائعة إيليا أبي ماضي حينما قال: إن الحياة قصيدة، أعمارنا أبياتها، والموت فيها القافية، متى لحظك بالنجوم وحسنها فلسوف تفنى، والكواكب
فاني لا فض فوك، أحسنت وأجدت نعم، وأبدعت. وهذا النوع من التناص نعم صحيح، يؤكد أننا لسنا منبتين نعم، عن غير عالمنا منقطعين لا وعن عن عاداتنا تراثنا ولا موروثنا وعن ولا تاريخنا. عن تاريخنا، وكذلك غير منقطعين عن مشوار ومشروع القيم الذي يحمله شاعر عن شاعر ويكمله كابرا عن كابر. إذا أردت أن أسألك سؤالا مختلفا نوعا ما أستاذ عبد الباسط، وأرجو أن تركز معي في إجابته، ما الذي تنصح به أقرانك من الشعراء حتى يظلوا قيمين عليه مقيمين فيه من أجل كلمة تصل إلى الجمهور ويكونون على قدرها قيمة ومسؤولية؟ نعم، أنا أوصي الشعراء بأن يكتبوا قصائدهم من وحي معاناتهم نعم ومن وحي صراعهم مع الحياة، لأن أحسنت، الحياة مكابدة والحياة جهاد، والذين يعيشون المأساة قادرون على صناعة الأدب. المصعدي الكاتب التونسي السابق يقول: الأدب مأساة أو لا يكون. يا سلام، وحين نصنع من مأساتنا أدبا ونصنع من واقعنا أدبا، فإننا نصوره في أحسن صور ونهديه إلى الناس في أحلى حلة وفي أحلى لباس. أحسنت أحسنت، الأدب مأساة أو لا يكون، يا سلام، ما أدقها وأجملها وأكثرها من عبارة، عبارة كثيرة كبيرة هذه، وفيها من الحكمة ما ينبغي أن يقف عنده القارئ الحاذق والشاعر الذي يود أن يكون شاهقا إلى آخر القصائد. للأسف أوشك الوقت أن ينقضي أستاذ عبد الباسط، لكن ما زال في الوقت متسع لإلقائك القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة علينا، تفضل، كلنا شوق، اقرأ علينا ما تحب. أشكرك على هذه المساحة نحن السعداء النافية بتشريفك لنا، تفضل واقرأ علينا التي القصيدة. نعم التي جعلتني أدخل إلى ديوان رقصة الحلاج لأقرأ منه هذه القصيدة بعنوان القدس بوصلة العظام. نحن المحظوظون في ذلك، تفضل. القدس بوصلة العظام، وهي مهدية إلى شهيد من شهداء تونس قضى من أجل فلسطين ومن أجل القدس، تفضل. وستعرف اسمه ورسمه من القصيد. القدس بوصلة العظام، من أين أبدأ يا رفاق؟ وأينما فتشت في بلدي وجدت عميلا. كل البدايات التي لا تنتهي كتبت لنا في الخالدات دليلا. أصل الحكاية أنهم يا سادتي يتقاسمون مع الضباع عويلا. لغة الهزيمة عندنا صناعها من حولوا قرآنهم إنجيلا. يا أمة سكتت على علاتها وطوت على قابيلها هابيلا، وغدت توزع للمعارك رعبها بين الهزائم قاتلا وقتيلا. القدس بوصلة العظام ونارها حجر يراق على العدا سجيلا. حراسها أطفالها ونساؤها ودماء رفض ترفض التأويل عن غير ما جبلت عليه جباههم. شم الرجال الروح لا تبديلا، حتى إذا نطق الزمان بفخرها، حتى إذا نطق الزمان بفخرها يا سلام، ونزلت أسرارها تنزيلا. ضربت لنا في كل يوم موعدا أجل لها لا يقبل التأجيل. الله، جئنا على أعتابها نهذي بها حلما توزع في الضلوع طويلا. لا عز إلا بالوقوف ببابها، من ذا يضيع في الغرام خليلا. لا عز إلا بالوقوف ببابها، من ذا يضيع في الغرام خليلا. يا شمس أهل الكهف لا تزاوري، وقفي على شرف العظام طويلا. إن فتية صنعوا فخار شعوبهم في عهدهم ما بدلوا
تبديلا، يا سلام. ستكون عن قدس القلوب غمامة، وبهم سنصنع للسلام سبيلا. من جرحنا قولوا لهم لن تنقلي، مهما استباحوا وقتلوا تقتيلا. يا سلام. هي أرض أهل الأرض، حب ترابها صبرا، وكل دروبها شاتيلا. لا يولد الوطن العظيم، وبيننا من صار يطلب بالرحيل رحيلا. شرف المعارك أن تموت مقاوما، لا حر يرضى أن يعيش ذليلا. لا لا حر حر يرضى أن يعيش ذليلا. أحسنت أستاذ عبد الباسط، ولعلك تشير بهذه القصيدة إلى الشهيد محمد الزواري الطيار الذي كان يعني يساعد مقاومي فلسطين بمواجهة قوات الاحتلال، هذه الترسانة الظالمة التي تواجه شعبا يبحث عن حقه، وهذا الشهيد الذي اغتيل على يد قوات الاحتلال وحقه بإذن الله لن يضيعه أحرار الأمة في كل مكان. سعدنا باستضافتك أستاذ عبد الباسط، وقد انقضى الوقت، في الختام ماذا تحب أن تقول؟ أنا أقول أن المحبة التي جمعتنا وتجمعنا وستجمعنا دائما هي السبيل الوحيد للوحدة بين أبناء الوطن الواحد، هؤلاء العرب الذين يعيشون الآن في الشتات، ولكنهم مقبلون إن شاء الله نعم، على مستقبل عظيم توحدهم الكلمة، ويوحدهم المصير، ويوحدهم الهدف إن شاء الله. وما ذلك على الله ببعيد. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. دائما كونوا بشعر يفتح بوابة الأمل أمام أعينكم وفي ضمائركم ووجدانكم، حية فكرة أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. في أمان الله.